صباح الخير اعزائي متابعين فتح الفني الصباحي لشركه وينزر بروكر. هنقدم لكم كريم مجد اليوم 12 اغسطس 2020 وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن اسعار الذهب. تداولات سلبيه كبيره وعنيفه لاسعار الذهب وتسجيل اسوا اداء يومي في سبع اعوام. طبعا ده واضح جدا وحركات تصحيحيه كبيره لاسعار الذهب. طبعا ارجاها بعض المتابعون او المحللون او المستثمرون ان السبب ده راجع في المقام الاول ل ارتفاع شهية المخاطرة، لكن من وجهة نظري هو ارتفاع الذهب هو المسيطر، ارتفاع الدولار الامريكي عفوا هو المسيطر الاول والاخير على الاسواق بدليل انخفاض الاسهم بشكل عام وانخفاض الادوات المالية ذات المخاطر العالية زي اليورو والجنيه البريطاني. وده طبعا بيأكد ان الفكرة كلها في ارتفاع اسعار الذهب ملهاش علاقة بشهية المخاطرة ولا البيانات الاقتصادية المشجعة، لان كمان المأزق او الازمة الموجودة في حزمة المساعدات الامريكية اعتقد كمان مؤثرة على الاسواق بشكل كبير، ولذلك ارتفاع الدولار الامريكي هو السبب الاول والاخير في انخفاض اسعار الذهب، ولكن هو السبب المباشر، لكن السبب الخفي هو الحركات التصحيحيه وجني الارباح، وده كان لازم يحصل. مش طبيعي ان الاسعار تفضل ترتفع بالشكل الكبير اللي احنا كنا شايفينها ده بدون اي تصحيح، ولذلك ده كان امر طبيعي. وعلى المدى البعيد من المتوقع لسه نشوف اسعار جديده للذهب وارتفاعات جديده للذهب، وزي ما ذكرنا لحضراتكم من قبل ان ممكن نشوفه كمان في 3000 دولار، ولكن مش هيكون دلوقتي، هيكون في وقت متاخر من العام او بدايه العام القادم. دي كانت اهم الاخبار امبارح. ما كانش عندنا بيانات تؤثر على الاسواق بشكل مباشر او بشكل حقيقي، هو كان بيان وحيد وجي افضل متوقع، ومؤشر اسعار المنتجين الشهري لشهر يوليو جاب نتيجه 6.6% وكان متوقع عليه 3.1%، والشهر الماضي كان سالب 2.2%. النهارده في انتظار بيان وحيد ايضا، ومؤشر اسعار المستهلكين الاساسي الشهري لشهر يوليو متوقع عليه يكون 2.1%، ودي نفس نتيجه الشهر الماضي. دي كانت اهم البيانات واهم الاخبار. خلونا ننتقل مع بعض نشوف الشارت وتوقعاتنا ليه على مدار اليومين. الأداء السلبي هنا الأسعار الذهب، وطبعا التداول على السلبي على كل المؤشرات سواء الـ EMA تقاطع المتوسطات السعرية الأسفل، الأداء السلبي على مؤشر السار على مؤشر فلات ترند. صحيح دلوقتي بيحصل حركات تصحيح بسيطة بعد اصطدامه بالـ 1862، ولكن مازال مضغوط بشكل كبير من أكثر من مؤشر. لو جينا طبعا زي ما ذكرنا قبل كده إن خلاص كان في موجة صاعدة وبعد كده بدأ يصحح لها، فبالتالي نقدر نرسم هنا فيبوناتشي جديد على الموجة الأخيرة اللي كانت صاعدة. هنلاقي ان هو كسر 61.8 فيبوناتشي، فعلى المدى القصير هو داخل في موجه هابطه، ولكن هنشوف هيقدر يغلق النهارده اسفل على مدار اليوم ولا لا. لو جينا حبينا نوسع شويه المجال ونجيب الموجه من بدايتها بالشكل اللي هنرسمه مع حضراتكم دلوقتي، هنلاقي ان هو لسه مازال قدامه تصحيح بعيد لل 1692 او 1600، خلينا نحدد الرقم بالتحديد عند 1698، وده طبعا على المدى البعيد، ولذلك طبعا متوقع مزيد من الاداء السلبي لاسعار الذهب. ولكن شرطنا ليه النهارده انه يكسر 1862 عشان يروح ل 37 وراها 13، مره ثانيه كسر 1862 وراها 37 وراها 13، السيناريو الاخر المعاكس اتحقق بكسر 1919 وراها 45 واخر نقطه عند 73. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى لكم اكيد متداول امن، وبشكركم على حسن تابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.